ከኪሎቲሳ በነበረው የቤት ሰበራ ከኪሎቲሳ ለማምለጥ ሲሮጡ የነበሩ አራት አካራት ልጆች መሐከል ዋናው መስመር ቆርጠን እናመልጣለን ብለው ሲሮጡ አንደኛው በመኪና አደጋ በሚያሳዝን ሁኔታ ህይወቱ አለፈ። ሶስቱ አመለጡ ማለት ነው። በቦታው ብንደርስም የልጅቱ ማንነት ማወቅ አልቻልንም። ሊያሳዩን ፍቃደኛ አልነበሩ በቦታው ያለው የህግ አካላቶች እና ይህን ነገር የሚመለከተው አካል ተከታትሎ ማንነቱን ለቤተሰቦቹ ማሳወቅ ይኖርበታል ማለት ነው። በመቀጠል እንግዲህ አላህ እዝነቱን ይለግሰው ነው ለልጅቱ ለልጁ። በመቀጠል እባካችሁ ኧረ እንደው ምን አለበት እጅ እግራችን ይዘን በሰላም ለእናት ለአባቶቻችን ጤና ሆነን ብንገባ ምን ችግር አለ? ለምንድን ነው የምንሮጠው? ለምንድን ነው ህይወታችን እንደዚህ አይነት አደጋ ላይ የምንጠው? አገራችን አለ የምንገባው? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الموجود الآن في جدة صواريخ، سوق الصواريخ، هذا هو مرتع الأمراض ومرتع الأجانب الجميع المقيمين خصوصا من الجالية الأثيوبية ومن السمر تحديدا، يجمع جميع الأشكال وجميع الأمراض يجمعها هنا في هذا السوق. رسالة إلى بلدية جدة تحديدا سوق الصواريخ، هذا هو المرتع. أنا ما أدري والله البلدية وهذه قاعدة تعمل إيش، أنا ماني عارف صراحة يعني. لا نعلم ما هو المشكلة. أتمنى تحرك الجهات الأمنية في هذا الموضوع. وهادي يبيع ويشتري ملابس وبطانيات وأشياء.